ممثلة ومخرجة مصرية قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، والتي اشتهرت من خلالها بأدوار الحركة والشخصية القوية، هي الفنانة سماح أنور عبد الله. ولدت الفنانة سماح أنور يوم 22 من إبريل لأبوين من الوسط الفني، فوالدها الكاتب أنور عبد الله ووالدتها الفنانة سعاد حسين. درست الفنانة سماح أنور اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبدأت مشوارها الفني من خلال العمل المسرحي، وتألقت في المسرحية التلفزيونية قانون الحب، ثم اقتحمت عالم السينما لتقدم العديد من الأعمال السينمائية المتميزة، منها دائرة الموت، شباب فوق بركان، النيابة تطلب البراءة، وامرأة واحدة لا تكفي، وحالة تلبس، وبنت مشاغبة جدا. وحققت نجاحا جماهيريا لانفرادها وتميزها بلون خاص عن ممثلات جيلها في هذا الوقت. كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية من أبرزها رأفة الهجان وذئاب الجبل وزيزينيا والحساب وأخو البنات والحرملك وسنبل بعد المليون، بالإضافة إلى أعمالها المسرحية كراقصة قطاع عام وأولاد الشوارع، التي قدمت من خلالهما شخصية مختلفة تماما عما اعتاد الجمهور رؤيتها فيه، فحققت نجاحا واضحا لتصبح بذلك فنانة قدمت ألوانا مختلفة من الأدوار الرومانسية والكوميدية والتراجيدية. عرفت ازاي انا اسمي بيوبي؟ عرفت بقلبي يا اخي. اصل انت ما تعرفنيش، ما انا هقول لك، اصل ربنا حرمني من نعمة البصر، اي نعم، انما عوضني عنها بنعمة البصارة. ثم ابتعدت الفنانة سماح انور على الشاشة لعدة سنوات نظرا لتعرضها لحادث مأساوي عام 1998، مما ابعدها عن الساحة الفنية لاجرائها عدة عمليات جراحية حتى تستعيد عافيتها من جديد. ثم عادت عام 2002 للأضواء مرة أخرى من خلال عدة أعمال مميزة، منها مسلسل أزهار، ثم أطلت على جمهورها بمفاجأة هذا العام من خلال مسلسل الخنكة مع النجمة غادة عبد الرازق، جسدت خلاله دور مختل عقليا، وفاجأت جمهورها في أول ظهور لها في مشهد صامت لم تتحدث فيه، حيث تواجدها في مستشفى الخنكة ولكنها تجلس في غرفة منفردة مكبلة الأيدي لخطورتها. فقدمت لذة الشر بأداء صعب مختلف عن كل ما قدمته من قبل، لتثبت لجمهورها أنها قادرة على خطف الأضواء من جديد.